مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم الأسبوعي تلسكوب. مشاهدينا الكرام، الليلة نستضيف في حلقة جديدة عمدة بلدية دار النعيم، حيث تبلغ ساكنة هذه البلدية 14% من مجموع ساكنة العاصمة نواكشوط، وتعتبر هذه البلدية ثاني أكبر بلدية من حيث عدد السكان بالنسبة للعاصمة، كما أنها تعتبر من أفقر بلديات العاصمة سواء على مستوى المقرات الحكومية أو على مستوى الدخل بالنسبة لجل ساكنة هذه البلدية. وكغيرها من أخواتها بالنسبة لبلديات نواكشوط، فإن هذه البلدية تعاني من مشاكل بنيوية. سنحاول أن نطلع على بعض الجوانب من هذه المشاكل ونرى كيفية الحلول المقترحة من جانب المجلس البلدي لهذه البلدية لهذه المشاكل. إذن مشاهدي الكرام، يسعدني أن أستضيف الليلة على بلاتو برنامج تلسكوب عمدة بلدية دار نعيم الأستاذ كناتة وللنقرة. أهلا وسهلا بك سيد العمدة. إذن قبل أن نبدأ الحديث مشاهدي الكرام مع السيد العمدة، سنبقى مع هذا العنصر الافتتاحي وبعده إن شاء الله نعود لمواصلة هذه الحلقة المباشرة. متابع. كناتة وللنقرة، الحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وأحد أبرز قادة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل في مقاطعة دار النعيم، مرشح الانتخابات 2013 حيث تم انتخابه على رأس المجلس البلدي لبلدية دار النعيم. بلدية ظلت تعاني الكثير من المشاكل، خاصة نقص المياه الحاد في جل أحياء المقاطعة وانعدام الأمن الذي تعاني منه المقاطعة بشكل كبير، مما جعلها وكرا من أوكار الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مشكل القمامة وغياب تنظيم فعلي داخل أسواق المقاطعة، مع العزلة التي تعاني منها بعض أحيائها. مع ذلك، حاول المجلس البلدي أن يدخل عدة إصلاحات تنظيمية على مستوى التعليم. قام المجلس البلدي بترميم وتجهيز بعض المدارس مع تدخلات واسعة في المجال الصحي كتوزيع بعض المعدات الطبية. أما في مجال فك العزلة، فقد تدخل المجلس البلدي في حي المقيطي وفراش الديك وأولوبادو وغيرها من الأحياء التي تعاني عزلة كبيرة. في المجال الرياضي، فقد تم تأهيل وترميم ملعب المقاطعة. ليجد المجلس البلدي أمامه عدة تحديات، كونه يمثل حزبا معارضا شكل خيارا لساكنة بلدية دار النعيم بديلا عن الحزب الحاكم على رأس المجلس البلدي كناتة وللنقرة وعمدة بلدية دار النعيم وضيف حلقة الليلة. إذن مشاهدي الكرام، عدنا لكم من جديد في هذه الحلقة المباشرة الليلة من برنامج تلسكوب مع عمدة بلدية دار نعيم السيد كناتة وللنقرة. أهلا بك سيد العمدة، ضيفا كريما على بلاتو برنامجنا. أولا نريدكم أن تحدثونا عن الظروف السياسية التي أوصلتكم إلى منصب عمدة بلدية دار نعيم. في البداية أشكر هذه القناة العتيدة على هذه السانحة التي أتاحت لنا للتواصل مع سكان بلدية دار نعيم، واسمحوا لي أن أتحدث بالحسانية حتى يكون كلامي مفهوما أكثر.
سوى اللي منهم قط جانا في البلدية ويسوى ذاك اللي قط جيناه ويسوم اللي ذاك اللي ما قط جانا ولا قط جيناه. هذه فرصة على كل حال التواصل معهم كاملين. طبعا أشير في البداية إلى أنني بكل تواضع لست من أبرز قادة التواصل كما أشرتم في المقدمة. أنا دعني عضو عادي من أعضاء هذا الحزب، جندي في هذا الحزب، والظروف السياسية على كل حال التي صاحبت انتخابي أو ترشيحي أصلا فما تقليد عند التواصل هو عنهم لا, لا, لا يرشحون أنفسهم للمناصب، وإنما فما على كل حال هيئات الحزب قيادية، هيئات الشورية هي التي تحدد من يترشح، وهذه الهيئات هي التي فعلا رشحتني دون أن يكون لي فعلا يد في الموضوع كما هو معلوم. وعلى كل حال استخرت في الأمر وسألت الله تعالى أن يعينني على أداء إن شاء الله ما افترض علي، ووفق الله على كل حال. وكان لدينا كان عندنا برنامج انتخابي خاطبنا به سكان دار النعيم، ووفق الله على كل حال في هذه المسؤولية التي لا نعتبرها تشريفا وإنما هي تكليف، ونعتبر أيضا عنه فرض عيني إن كان هو واجب الوقت يك ساعة عن حد فعلا يا الله ما يتوخر عن المسؤولية ولا الثقة اللي اندارت فيه. بالتالي بذل معنى وبذل اعتبار تحملنا هذه الأمانة التي لا نعتبرها مغنما حقيقة، إنما هي أمانة ومسؤولية تحملناها، سأل الله أن يعيننا عليها. سيد العمدة، أنا بدوري أيضا أحييك وكذلك نشكرك على قبول الاستضافة. طبعا سؤال البداية، ما دمنا نتحدث عن البدايات، هو ما دمتم تحدثتم الآن أيضا عن الظروف السياسية التي أوصلتكم إلى سدة هذا المجلس البلدي، طبعا سؤال هو هذه البلدية هي بلدية دار النعيم، كان هناك برنامج انتخابي كنتم تشتغلون عليه، ما تقييمكم لهذا البرنامج وما الذي أنجزتموه منذ توليتم هذا المنصب؟ نعم شكرا. بكل صراحة فعلا البرامج الانتخابية أحيانا تعود مفرطة حتى في الطموح، هذه حقيقة، لكنها فعلا ما اللي تصطدم بصخرة الواقع اللي فعلا ياسر من المعطيات قد لا تكون متاحة للمرشح، ومنين يشوف فعلا حجم الإمكانيات اللي عنده، حجم التحديات أيضا التي تنتظره، لا شك عنه فعلا يراجع برنامجه الانتخابي ويحاول أنه يحدد فعلا أولويات أساسية يحققها. وإحنا فعلا منين شفنا واقع لا مركزية، واقع العمل البلدي المحلي، قطعا شكلت عندي قناعة عن التصور اللي كان عندي والمشروع اللي كنت جايب عنه فعلا مقاربته بالواقع عنها فعلا تعترضها مجموعة من العقبات، منها فعلا كيف أشرت الواقع المتردي لوضعية اللامركزية في البلد في موريتانيا باعتبارها بلد من بلدان العالم الثالث الحقيقة، واللامركزية فعلا بقدر من صلاحيات للعمد غير ما فهم فعلا وسائل لا إمكانيات ولا تيوتان قد حد يحقق به ذيك يقارب به ذيك الصلاحيات. على كل حال عدلنا فعلا بدنا نقول عنها عملية مراجعة للبرنامج الانتخابي وجعلناها فعلا أكثر واقعية، كيفناه مع الإمكانيات والموارد وتحقق فعلا بعض من الإنجازات في حدود فعلا الإمكانيات اللي عندنا، حدود ملي الصلاحيات المتاحة، ومنين يتاح وقت نتحدث عن بعض من ذيك الإنجازات، إلا أن فعلا بعد مواسين إحنا عنا ذيك الوعود اللي أطلقنا ذاك بعد اللي متاح عندنا ذاك اللي تحت ايدينا ان شاء الله نبذل الجهد عنه يصل ذيك الخدمه عنها تصل للمواطن. نعم سيد العمده، نضطر نقاطعكم قليلا، رانا مرحبين بكم طبعا من جديد. نعم وشكرا لكم طبعا على قبول الاستضافه والمشاركه معنا في هذه الحلقه من برنامج تلسكوب. نحن ان شاء الله نحاول ان ناخذ عليك النقاط ان شاء الله، لان عندنا من الوقت ناخذ عليك النقاط بالتفصيل والتفصيل اللي قد يوصل للمواطن اللي هو اصلا يعني المهم بالنسبه له هذا البرنامج.
لكن اللي حققت البلدية بصفة عامة في مختلف المجالات، يعني الصحية الاجتماعية وبيت على التعليم والشباب إلى غير ذلك. إذا فهم نقطة بسيطة هي على أن بلدية دار النعيم تعتبر من يعني هي نقول من يعني البلديات الأخيرة التي تم تأسيسها، تأسست 2001 تحديدا في العام 2001 أسست بلدية دار النعيم، وهي من أفقر بلديات العاصمة نواكشوط، وفي نفس الوقت هي بلدية تتميز أنها فئة الشباب فيها تزيد على نسبة 40%، يعني الفئة النشطة يعني موجودة بكثرة في بلدية يعني في هذه البلدية. لكن في نفس الوقت الأنشطة هذه الأنشطة بالنسبة للشباب يعني لأنه خلوا ذيك مرحلة لاحقا يقال لنا بدو ذلك يتعلق بالمواطن البسيط اللي قلنا عنها، هي بلدية من أفقر بلديات العاصمة نواكشوط رغم أنها فيها شباب فيها يعني نشاطات الاقتصادية أيضا موجودة في هذه البلدية، مع أنها ما توجد ربما لا توجد فيها مصانع ولا يعني شركات كبرى، لكن في نفس الوقت فيها حركية كبيرة جدا وهي نقطة تواصل أيضا بين عدد من بلديات العاصمة نواكشوط. نظركم تحدثون أولا عن ذيك يعني من ناحية الاجتماعية شنو المشروع اللي قدمت البلدية لصالح هؤلاء السكان، شنو المشاريع اللي قدمت لهم هما من الناحية الاجتماعية بداية يعني تقريبا من الناحية الصحية المستوصفات إلى غير ذلك. نعم شكرا. فعلا بلدية دار النعيم كيف شرتوا حديث النشأة كبلدية من ناحية الحيز تعدالها بلدية من ناحية الحيز الترابي غيرية كمقاطعة فعلا من 1990 تم إنشاءها موسم بموجب باطل مرسوم القانون 124-90، يعني هي كمقاطعة خلقت من 1990 غير كبلدية فعليا خلقت كيف قلتوا 2001 قطعا عن الفئة الشابة فئة نشطة كيف شرتوا، وهي قاعة فعليا من خرطوا الهرم السكاني سكان موريتاني كاملة ضاو عن قاعدته عريضة حقيقة من الشباب عن يشكل فعلا فئة عمرية كبيرة. بالنسبة لنا احنا بعد على مستوى البلدية كيف هو محل سؤالكم، البلدية تعاني فعلا من العزلة، كانوا الأمور اللي ركزنا عليها في السنتين الماضيتين ومحاولة فك العزلة عن ذيك الأحياء اللي أكثر فقر الموجودة أساسا في أطراف البلدية، وفي هذه المأموريتين لين عودوا دعمنا 3 كيلومتر من الطرق المدعمة في السنتين الماضيتين اللي عندنا، معناها بداية المأمورية من 2014-2015. الطرق طبعا المعبدة نختار نقول هون عن ميزانية دار النعيم كاملة عنها ما تعدى الكيلومتر واحد معبد، بالتالي احنا المتاح لنا لا الطرق المدعمة، ودعمنا فعلا كيف في وراد في العنصر الخبالي السابق شوية مقاطعة عن ميزانية الميزانية هذه الميزانية اللي يعني ميزانية بلدية دار النعيم احنا قلنا عنها من أفقر البلديات، فانتم تحدثتوا عن هذه إنجاز 3 كيلومترات من الطرق الحضرية داخل البلدية. نعم عدنا 3 كيلومترات من الطرق المدعمة على هذه اللي مديورة فيها توفانا رامبلي هذه، إذا هذه هي اللي هذا عدنا 3 كيلومترات في حي فقير كيف شرطولين قالوا المغيطي. إذن ماذا عن الميزانية؟ وسكتير الميزانية بطبعة الحال ميزانية بلدية دار النعيم حوالي 60 مليون، ميزانية دار النعيم حوالي 60 مليون، لا هي الميزانية المتحققة، الميزانية اللي المتحققة يعني الميزانية ذلي الميزانية نوعين، فهم ميزانية المتوقعة الميزانية المتوقعة بالنسبة لنورك حوالي 180 مليون، غير المتحقق أساساً شيء منه يعتمد عليه الصندوق الجهوي وشيء منه يعتمد عليه المجهود الذاتي من التحصيل، واحنا طبعا في بلدية كيف قلنا فقيرة والوعاء الضريبي عندنا وعاء متواضع جدا، وعندنا مولي فئات ضريبية لأربع في 5 فئات ما نقومون منها الضرائب، وبالتالي ذاك اللي نحصله شنو ذيك الفئات؟ اي والله تبارك الله هاي الفئات، الفئة الأولى هي فئة الجزارين ما نقومون منها رسم ضريبي، الفئة الثانية هي فئة أصحاب العربات، العربيات يسوذ اللي مياه ويسوذ اللي تحمل البضايع ما نقوم منها ضرائب، والفئة الثالثة هي ذي باعة الخضروات والأسماك، الفئة الرابعة هي الباعة في سوق الحيوان، والفئة الخامسة هي المدارس الحرة، مدارس الحرة سواء كانت إعدادية سواء كانت ثانوية أيضا تشجيع من التعليم ما نقوم منها رسوم، تقريبا الفئات الخمسة ما نقوم منها رسوم، والأخرى وعاء ضريبي وعاء على كل حال يراعي عوامل الفقر في البلدية وراعي ذي العوامل الكاملة اللي تكلمنا عنها، بالتالي ذاك المتحصل لا عادي. بالنسبة لشريحة الشباب اللي تكلمتوا عنها قبيل تكلمتوا عنها ورك، قط عدلنا لقاء مع الشبكة الشبابية، واحدة من الشبكات الشبابية الأساسية الناشطة في المجال الاجتماعي والثقافي في البلدية،
وعدنا معها شراكة إحنا والمشروع الحضري في البلدية، ودخلت البلدية كشريك داعم خلال هذه الشراكة، وقدمنا أيضا بعض الدعم والتشجيع من خلال إشراء بعض تجهيزات لهذه الشبكة، وعندنا أيضا فضاء للتنوع الثقافي والمعرفي، هذا الفضاء مسخر لأنشطة هذه الشبكة. والبلدية من العلم من أكثر البلديات اللي فعلا عندها اتصال مستمر بالمجتمع المدني وبذي الشرائح النشطة الشابة، وبالتالي نحاول فعلا من خلال تدخلاتنا أن نراعي هذه الشرائح اللي شرائح الأكثر فقر. وفي ذا المجال كيف شرطوا قبيل عدنا فعلا دعم في مجال الصحة، عندنا مستوصفين أساسيين. زميل السيد العمدة يكون نقطة إن شاء الله ولا نرجع لها. طيب سيد العمدة، أنتم قلتوا عن التعليم أنكم عافين من ذي الضرائب، هذا زين يا غير مولي. في نفس الوقت من أنت نرجع نحن الواقع التعليم في دار نعيم تعليم متردي، البنايات ضعيفة. طبعا أنتم قلتوا لنا الميزانية، أنا قاعد استغرب أنك سيد العمدة أنك ترضى أنك تعود عمدة على بلدية ميزانيتها 60 مليون، 60 مليون حتى قاعد ما إنشاء كانت تخلص راتب عمال البلدية. نرجع الواقع التعليم، لماذا سيد العمدة أنتم تعرفوا الوضعية فيها التعليم في بلدية دار نعيم، بنايات أعلى درجة واقعها، اختاركم توقعونا تحدثونا عن واقع اللي تعرفوا أنتم، وتحدثونا عن طريقة اللي تحاولوا بها أنكم تنتشلوا التعليم. هو طبيعي أن أي مادة ما عندها تعليم ما عندها نهضة. تمام بك. صحيح، أنا قاعد ماني غريب حتى فعلا لقطاع التعليم، بيدي لا مدرس على كل حال، ونازلة بين الرحمة حتى مع هذا القطاع. طبعا ما يعود باطل، يعني يعود في الصورة عن البلديات أنها مخاطبة أساسا لا بالتعليم الأساسي، التعليم الثانوي وعلى كل حال الإعدادي ما هو مشمول بالوصاية البلدية. فعلا كيف أشرتوا، والله هي واقع التعليم في البلد قاع كامل اللي واقع فعلا للأسف عنه يؤسف له، وفهم تدني كيف نعرفه كاملين في المستويات، وفهم ضعف فعلا وهشاشة في البنى التحتية، وفهم اكتظاظ في الفصول، وفهم ما اللي على كل حال ضعف في التكوين على مستوى المدرسين. هذا واقع حقيقي، وقطعا عن بلدي دار النعيم قطعا عنها قاوة منه، لما قلنا نصيب الأسد قاوة بعد منه حصتها. إحنا في ذي المأمورية دخلنا على مستويين، مستوى البنى التحتية رممنا 7 مدارس طيلة هذه المأمورية، وهي السنة فعلا عاقبانا كان فعلا تدخلنا فيه نقص، وسببه وعن هذه السنة اللي عاقبانا كيف تعرفوا أعلنت سنة وطنية للتعليم، وتواصلنا فعلا مع الجهات القيمة على التربية في البلدية، ووضحوا نعم معظم المدارس الابتدائية أنها مبرمجة للترميم، وتكلنا على ذاك. غير منين انتهت السنة لاحظنا فعلا عن ما ورمت به مدرسة واحدة للأسف. المقاربة الثانية اللي كانت عندنا هي على المستوى التربوي، دعمنا الأيام التربوية كأنشطة ثقافية وتعليمية، دعمناها طيلة السنتين بسقف مالي في حدود 2 مليون، ووفرنا أيضا بعض التجهيزات للمدارس خصوصا مجال النظافة ومجال الأعلام، وهي السنة فعلا مخططنا فيه قدر من التدخل في المستوى. إحنا وصايتنا ما تشمل ذيك النواحي الأخرى المتعلقة بالنواحي الإدارية ومتعلقة بالتدخل في البرامج التربوية، ويمكن هذا لا جزء من مسؤوليتنا، غير حقيقة وصايتنا ما لا تشمل هذا المجال. وإحنا فعلا نلاحظوا اللي ملاحظين أنتم وفاطنين وكاملين، واعتبروا عن التعليم فعلا يحتاج أن ينتشر، حتى أننا نسقنا أيضا مع بعض الفاعلين الأخرين المدنيين، ودخلنا على مستوى الثانوية، ودخلنا على مستوى واحدة من الإعداديات من أجل فعلا الرفع من مستوى التعليم. ونحتزم إن شاء الله هذه السنة فعلا أن نعدل ورشة تفكيرية حول واقع التعليم في البلدية، وراجين فعلا تفعيل لا مركزية في ذا المجال، وتعود الوصاية البلدية ما هي فقط لا مقصورة على ترميم المباني وتوفير مستلزمات، وإنما أيضا تعود مشمولة بوصايتها بالناحية التربوية، معناها هذا اللي يتعلق بتحسين ظروف المدرس نفسه، تحسين أيضا ظروف التلميذ، ومحاربة أيضا الاكتظاظ، تدني المستويات. هاي بعض نواحي على كل حال يعاني منها تعليمنا،
وقطعا عن رافعة التنمية هي التعليم، لأنه يركز على هذا المجال فعلا ويستثمر فيه استثمار حقيقي في العنصر البشري فعلا، يعود البلد يمكن نقول عنه يقلع اقتصاديا. هذا أنا مشاطركم فيه حقيقة. أنا بدوري نشكرك على بلاتو تلسكوب. ثم السؤال نبغي نوجهه له، سؤال أول، قضية أن دار النعيم أنها تعاني نقص حاد في المياه، خاصة الأحياء عشوائية فيها كي حي المقيطي وحي مصراطة جديد، شنو دور مجال تدخل البلدية في المجال؟ وعندي سؤال ثاني من شق آخر يتعلق مسلخة حي الساكن، هاي المسلخة شنو مدى تجاوب السلطات معاكم، خاصة أنكم أنتم بعثتوا رسالة لوزارة البيطرة من أجل أن هاي هذه المسلخة أنها تعود مسلخة عصرية، شنو تجاوب كان السلطات معاكم؟ بصفكم حزب معارض معكم وحزب حاكم. نعم شكرا لك. فعلا جانب مشكل عطش فعلا مشكل حقيقي من المشاكل البنيوية في بلدية دار النعيم. احنا مجينا في ذي المأمورية لها سنتين، الحقنا البلدية اصلا كانت الشركة الوطنية للمياه كانت تبيع طون الماء بسعر مخفض للبلدية، ومنين جينا حقنا ذاك توقف ذاك التعاون، ذاك التسهيلات وقفت، وعدنا نشري طون الماء بذاك اللي يشتريه به المواطن من السوق التجاري ومن مصبات المياه الكبيرة. وفعلا عندنا صهريجين، واحد منهم كان متعطل والاخر اشتغل، وحاليا كانت بعض مقاربتنا في ذا المجال تسير على محورين، واحد منهم عنا نشوفوا النقاط الحرجة اللي فيها عطش متين خصوصا في حي المغيطي وبعض الاحياء الاخرى، كلها فعلا زودتها البلدية بحاويات للمياه. وفي منطقة المغيطي عدنا محطتين ودعمنا فيهم الطريق اللي نعادوا الوتات عادوا سيترنات يقدوا إلى الصحاريج عادوا يقدوا إلى حقوبة بلوك الحاويات. وفي الحي الأخر اللي قالوا حي ترحيل فراش الديك هو المسباركينة، فتنا عدنا له دعمنا له طريق حوالي 1 كيلومتر، والحلقة يعني المرحلة الثانية من إن شاء الله يتعدى الغرق. وعندنا سقاية شهريا عدلوها يعدلوا فيها ست فايجين من الماء ينصبوا يقدموا للمواطنين، يقدموا من طاقة المغيطي، يقدموا من طاقة الحي الساكن، يقدموا في أطراف من طاقة الغريقة اللي ذكرته. إذا إنه مالها ذرك الشيء وافي الليل وسبوع ذرك، بالتالي هذه هي مقاربتنا، نحاول فعلا ذيك الطلبات اللي جايين المواطنين حتى نمشوا إلى أطراف نهاية حي المغيطي عند الوطنية. هم الوطنية ذرك اللي منهم متابع لدار النعيم وسولي منهم عرفتوا جونين في محاوية المياه مزودتها البلدية اللي لدارك نهارين، معانا الأخ هو مسؤول طبعا المصلحة الفنية عرف ذاك ومسؤول قسم المياه، ونحاول فعلا مع ضعف الصهريج اللي عندنا ومع أن إمكانياتنا متخلفة عن تشري صهريج جديد مكلف والصهاريج المستعملة طبعا القوانين اللي نشتغل عليها اللي تنظم البلدية تمنع من شراء السيارات المستعملة. إذا الوسائل فعلا ضعيفة حقيقة، تحدي كبير. إذا نحتاج تفعيل فعلا لا مركزية، وعلى البلديات فعلا تزود بوسائل تمكنها من النهوض بالمهمات والتكاليف والأعباء وانتظارات المواطنين منها. نحاول فعلا عن ذاك اللي نقدو كامل نوفر من ذيك الطلبات نعدلوه، ومع أن بعد فعلا تم اللافة من نقاط حرجة فعلا في البلدية خاصة زمن الصيف. بالنسبة للمسلخة كيف شرطوا، هاي المسلخة وضعيتها مؤرقة جدا يؤسف لها الآن، وضعيتها وضعية كارثية ما هي صحية حقيقة، ومرشحة أن تخلق منها عدوى في كل حالة. وإحنا وين جينا الفتنة الانتباه لوضعية هاي المسلخة، واتصلنا بالجهة المعنية اللي الشركة الوطنية للمسالخ زرناها وتواصلنا معها وحالثنا على الوزارة كيف شرطوا، وجاورنا مع وزيرة البيطرة الحالية وجاورنا فعلا معاها وطرحنا لها طلب، وجبرتها أنا وحد من العمد اللي معانا هون واحد من نواب البرلمان، طرحنا عليها مشكلة هاي المسلخة وقلنا لها قلنا عن وضعيتها تحتاج حل، وقالت عنهم فعلا المعنيين بالمجال وعنهم إن شاء الله يبذلوا مجهود. وأيضا تواصلنا مع وزير الإسكان السابق في ذي المجال ندور منح ذيك القطعة الأرضية يضرك عايدة في ملحب. إذا بعد كامل الأسف ما خلق فيه تطور، قلنا نحن كبلدية مستعدين
أن نستثمر في ذي المسلحة من أجل أن نبنوا علاقة المسلحة الشيء بعد يحصل عليه السكوت سوشنه يعني قد يتم ينظف ذيك المخلفات ذبح وجوب هنا من هذا اختصاصهم هم على مستوى وزارة البيطرة وأن ما عندنا الحق نستثمر فيهم ولا أوقية واحدة لي استثمار عندنا أنه ما هو قانوني وأن هذه صلاحيتهم هم ومن ذا المنبر وأكد ولح على أهمية حل هذه المشكلة حتى عنا في حملة النظافة الماضية مشان استقبلنا فم الوزير الأول واللي استدعيناه إلين وقف على المسلخة هذه وشاف وضعيتها وفعلا أعطى تعليمات عن هي الله تنحل مشكلتها غير فعلا الدوائر المعنية ما حلت مشكلتها اللي هي وزارة الإسكان يلا تمنح القطعة الأرضية ووزارة البيطرة يلا تقيم عليها مسلخة عصرية. إذا وضعية هذيك يا وضعية فعلا مزرية للأسف الشديد. مجموعة المناشط الحضرية لا من حين لآخر تنظف المكان غير المكان به اللي ملان التراب ولا مهيئ حقيقة تمليك النظافة لا دون المستوى المطلوب. إذا شكرا. أنا بدوري أشكرك في هذا البرنامج. سؤالي هو وبالنزول إلى الواقع بالنسبة لسكان دار النعيم الناس اللي بسيطة الناس الفقراء الناس الضعفاء هؤلاء الناس يعانوا سيدي عمدة اسمح لي نقولها لك صحيح. يعانوا حقيقية يعانوا من الفقر من العوز من ويعانوا أيضا من مشاكل تدخل في صميم مهام البلدية هذه المشاكل منها النظافة وقد أشرتم إليها للتو مشكلة النظافة مطروحة بشكل مليح بالنسبة للبلديات فر وبلديتكم انتم ايضا بلديتكم فيها مشكلة النظافة شلونكم تعدلوا معها اشتيا تقول المواطن العادي اشتيا تقدموا له عبر قناة شقيق انكم يتعدلوا من وعود حقيقية وقد اشرتم للتو لن اتركها تمر دون ان اعلق عليها انكم راجعتم برنامجكم الانتخابي بعد انتخابكم مما قد يفهم على انه تراجع عن بعض الأمور التي تعتبر ملحة أين أنتم من واقع هذه الولاية فيما يتعلق بهذه عفوا المقاطعة فيما يتعلق بالنظافة التي تحولت إلى ولاية ولاية نواكشوط عاصمة ولاية نواكشوط الشمالية نعم شكرا مشكل النظافة أيضا زاد هو الآن مشاكل مزمنة لمدينة نواكشوط ونختار النور الجمهور الكريم ولا شك أنه قاعد أعرف ذاك لأن النظافة للأسف أنا ما زالت مختصاص البلديات. هاي البلديات يوصل مختصاصاتها تم تحويله لمجموعة نواكشوط الحضرية. من 2006 اختصاصات النظافة، تمويل النظافة والعمل في النظافة والتدخل في النظافة هذا طبعاً تم تحويله من بلديات نواكشوط التسع وعاد من صلاحيات المجموعة الحضرية. مع ذلك بعد هاي نعتبر عنها لا مسؤوليتنا والمواطن ما هو قاعد يقتنع. عندي يكون مسؤوليتنا بلي حقيقة عمده ما يقدر نظف مدينته ما نعرف قاع مسؤوليته شنو ما نعرف قاع مدى فعلا مصداقيته اللي يعود يتفرج على القمامة ويتفرج على الوضع كامل اللي تعرفه كاملين ونعرفه كاملين إذا مشكل النظافة فعلا مشكل ملح وهو حاليا صلاحية كيف أشرت من صلاحيات مجموعة نواكشوط الحضرية وإحنا دورنا فيه فقط دور تنسيقي أن نحدد النقاط السوداء وتتعاون فعلا معنا المصالح المعنية ونحاول ما أمكن معنا ندفعوهم فعلا القيام بذيك إزالة تلك النقاط السوداء غير نختاركم تتفهموا ما للجمهور عن هذا ما هو اختصاص للأسف هذا الاختصاص ما هو عندنا مراجعة البرنامج الانتخابي قد لا تعني قراءتكم تملوا عنه تراجع قد لا يعني تراجعا إنما يعني فعلا مستوى من الواقعية مستوى من تصحيح المسار مستوى فعلا من مقاربة مشكلات المواطنين واحنا اللي فعلا بكل المواطن انتخبكم على اساس نعم. ذلك البرنامج اين انتم من ذلك نعم انا بكل شجاعه اللي شيء لا عجزنا عنه قولوا عنا عاجزين عن نظافه فعلا من الامور كانت مطروحه كنا آملين ان من خلال ضغطنا كعومه من خلال ضغطنا اللي شخصي ان نقدوا نحقوا مستوى من الاهداف في ذا المجال معناها ندفعوا سلطات الوصاية عنها تعطينا النظافة من اللي هذه مسؤوليتنا ونختارها ونعطانا غير هذا ما خلق إذا نحن عين نخطوا لشيء ما هو تحت يدينا جهات الوصاية منين اللي نحل الاتفاق اللي مع شركة بيزورنو ارتدت النظافة على المجموعة الحضرية بدلا عنها
تنعطى للبلديات نعطات للمجموعه الحضريه. اللي كنت تكلم مبارك عنه في مجال المسالخ نظريا تابعة للبلديات، غير عمليا هي تحت ايدين من دخرة الساحات العموميه اللي كنا نختار الاسر اللي نترحنا، لكن قد نعدلوا ليه منشات صحيه، منشات مدرسيه، منشات دينيه. هذه الساحات العموميه من ساعه جايين احنا طارحين ملف عند وزاره الاسكان ندورها ترخص لنا ما رخصت لنا. اذا ثم شيء ثم مستوى فعلا من العقبات اللي احنا ما تحت ايدينا واللي متوقفه على تدخل جهات اخرى والله على اراده جهات اخرى. اذا هذا من هذه فعلا عقبات هون فعلا، وقطعا عنها تاثر عليه 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 البرنامج الانتخابي وعليك الوعود اللي 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 اطلقنا في جوانب، عم فهم جوانب اخرى على كل حال خلق فيها مستوى التقدم. اذا السيد العمد كاميرا البرنامج اليوم التقت بعض العمال على مستوى بلديه دار نعيم وجرينا معاهم بعض المقابلات لنشوفوها ونرجع ان شاء الله. العمدة المساعد محمد فارس وخم عبد الودود. هذا المجلس البلدي إن شاء الله تم انتخابه وتم تنصيبه في بداية 2013. إن شاء الله البلدية مكتملة ما فيه ياسر من المشاكل، مكتملة من حيث البنى التحتية، من حيث التجهيزات المكتبية، فيها بعض الديون العادية تماما، ما في مشاكل كبيرة مطروحة أكثر من مشاكل المقاطعة بطبيعة المقاطعة وتراميها وهشاشتها وضعيتها دائما محتاجة لياسر من الأمور. ومن أكثر اللي بدأت تشتغل عليه المجلس البلدي الجديد محاور مهمة هي الصحة والتعليم والمنشآت الإسلامية والطرق. أنا انقال لي علي الدادة والشيخ البكار رئيس المصلحة الفنية ببلدية دار نعيم. هاي المصلحة تتألف من أربعة أقسام: قسم الدراسات والعمران، قسم الأسواق، وقسم الممتلكات والمنتزهات، وقسم النظافة والحماية. وفعلا المصلحة يعنوها مشاريع البلدية متابعتهم وتنفيذهم والإشراف عليهم. وقطعا عنها مع مجيء العمدة الحالي انطلقت قدر سلسلة من المشاريع التنموية في البلدية، ونفك العزلة عن كثير من الأحياء اللي كانت في الحقيقة حلم عندها حتى الشريط قاع ما تقد توصل لها، وتقصي ما تقد تنقل من عندها طبيب أنها مريض لا يتمشي به شرطة. وهذا فعلا فضل وحق يقال فضل هاي الإرادة القوية عند المجموعة الشابة من 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 المنتخبين. البلدية المصلحة عاشت زمينة بأحياء دار نعيم خاصة في فصل المطر، تعود العمل فيها صعيب اللي من تعود بورا فيها المستقعات الكثيرة وعيات البلدية تخصها الوسائلها به اللي تدخلات الماضية. على سبيل المثال دخلت البلدية على مستواها الخاص بكريت سيارات شفط المياه والصهاريج، اللهم اللي وراته قدينا نفكوا المياه عن كثير من الأسكنة وعن المساجد وعن بعض المدارس في المقاطعة. النظافة نفس الشيء، النظافة احنا يا الله قبل يعود معنا تنسيق ونعود نقبل البوان نوار اللي على مستوى المقاطعة ونحدوهم ونشر الحضرية عليهم ويجي صاحبه وينقلهم على الناس. عاد القضية كانت عندك شركة قالها بزرنو، واحنا ملي البيع على مستوى البلديات ما أسسينا فيها تأسسي اللي يلا ما عندنا وترافدة ولا عندنا شي نقدم في كوبية الضرر على المواطن، والشكاية باقي عنا على ساحة الميدان معناها عنها. لاوينا الأخيرة الحمد لله قدت الهيئة الحضرية عدت قدر من تحركات وقدت تنظف بعض المواكب المقاطعة لغاية ما عموا لكفة إشراك رؤساء المصالح في العملية تعود المشرفين الهيئة الحضرية كافي لقبيل أقلق نحن بلدهم على مستوى المحلي، لأن البلدية بلديتنا وأخبر فيها وأخبر بلداتها ولا يعودهم اللي أخف عليهم هما ذاك الجانب. إحنا هون لا عندنا ديبو دوردير وإحنا ما نمؤسسين في قضية.
قال لي محفوظهم تطيب عملهم في البلدية ما شاء الله بلدية جيدة ما شاء الله ما شاء الله مقيمين عملهم وطلعوا في الوقت ما شاء الله ما يجي ما شاء الله حد من المواطنين ما شاء الله ما العمدة يطلع في وقتهم والعمال يطلعوا ما شاء الله في وقتهم ينقزهم إلى الخامسة ما يجي ما عنده أي مشاكل ما شاء الله ما الله ما شاء الله ما عندهم أي مشكلة في تأخر رواتب أبدا ما قد قعدت عندهم كل شهر ويلهم يجيبوا الراتب ما عندهم ما شاء الله أي مشكلة. إذن سيد العمدة هذه كانت عينة من آراء بعض اللي التقاهم ميكروفون البرنامج اليوم على مستوى بلدية دار النعيم. ما ذكر قبال المشاكل الليكية على مستوى البلدية؟ إلى عاد فهم تعليق دقيقة والله ثنتين على الكلام اللي سمعت. شاروا للعمدة عن المجلس البلدي عن مأموريته من بداية 2014 تصحيح ما هي 2013 وكيف أيضا أشار رئيس المصلحة الفنية وشارة الأخت أن فعلا ذا اللي خلق من إنجازات ساهمت فيه المصالح البلدية كاملة حقيقة وساهموا فيه رؤساء الأقسام كاملين وهو ما اللي كامل قاع اللا نتاج فكري التفكير المجلس البلدي كامل على كل حال مكوناته كاملة هذا كامل الحمد لله في مستوى من الاستجهام التآزر بين المجلس التشريعي اللي هو المجلس البلدي وبين ما هي الأداة التنفيذية مستلف في العمد ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام والوكلاء العادي كاملين فعلا تآزر مع بعضهم ومسجمين الحمد لله وكيف شارت أيضا ذيك العاملة بالله ما عندنا تأخر في الرواتب بفضل الله تعالى رقم شح على كل حال إمكانياتنا وهذا قد يعود فهم اللي اشارت لرواية اخرى وعلى عنها بالمناسبة وتوف تعود لا من ميزات بلدية دار النعيم وعن ذي اللي قالوا ملحقات الحارة المدنية عنها من اكثر فعلا البلديات حيوية في ذي المجال عن فعل المواطنين يجي لا بعد ان شاء الله ما يحصر وفهم تعليمات عند العمد كاملين عنهم رقم شغالهم رقم منين يعودوا في اجتماع سوشن هو منين يجي مواطن ينطلص تعدلوا حالته منين استكمل على كل حال ذيك القضايا القانونية المعروفة ينطلص وفعلا تقدم له الخدمة ذا بعد اللي متاح حد جانا بعد بإذن الله تعالى لكن تحت يدينا ما هو لا يحصر عنه إن شاء الله وشي فعلا ما هو تحت يدينا لا مولي على كل حال يعذرنا فيه. طيب سيد العمدة قلتم في حديثكم السابق أنا سأعود فقط إلى الوراء خاصة في حديثكم عن الميزانية وميزانية البلدية وهي التي تصل إلى 60 مليون أوقية أنتم تعتبرون ثاني أكبر بلدية في موريتانيا أو في نواكشوط وكذلك أفقر بلدية في نواكشوط 60 مليون وكذلك تقولون أنكم تعفون الضرائب عن خمسة أصناف وذكرتم منهم باعة الماشية فقط أنا أريد أن أحيطكم علما عندما تمرون قرب حي الساكن وخاصة سوق الماشية هناك مشهد لا يخطئه عينك نوع من الفوضى وكذلك نوع من عدم الاهتمام واللامبالاة هذا عندما لا تفرضون ضريبة على هؤلاء طبعا سيختلط الحابل بالنابل أولا ثانيا ليست هناك مردودية أيضا هؤلاء يبيعون إذن لماذا لا يدخلون هذه الأموال إلى بلديتكم إلى خزينتكم لكي تستثمروها في المواطن الموريتاني البسيط وخاصة المواطن الدار النعيمي لما لا شكرا بالنسبة للتصحيح فقط عن هي 60 مليون هذا هو المخصص اللي جينا من الصندوق الجهوي لدعم البلديات هي 60 مليون هي المخصص اللي جينا من الصندوق الجهوي لدعم البلديات يكمل بطبيعة الحال بالمجهود الذاتي البلدي اللي يخلق من التحصيل ونسبة عاية الجيل مش ينقالوا الطن المفرع باطل التصحيح لكن عودوا في الصورة بالنسبة اللي أشرتوا له فعلا الوضع مزري لا شك وضعية سوق الحيوان والسبب هذا اللي شرناه له قبيل عنا احنا كاتبنا وزارة البيطرة وكاتبنا جهات الوصايا المعنية وشرنا لها اعلن هذا ان السوق يلا تصحح وضعيته معناها انه تعدل مسلحة عصرية ومعناها يسمح البلدية بالانفاق اياك تعدل سور حائط
تحضن به ذي الباعة اللي ذكرتم توما. بسبب عن البلدية ما متاح لهذا، وزارة الإسكان ما أعطت هذه الساحة، خصتها عدلتها دومين بلدي خاص، معناها دخلتها ضمن المجال البلدي، لكن ينقدوا من ناحية القانون يصرفوا فيها. وزارة البيطرة أيضا ما زاد هي اللي عدلت المسلخة اللي تحضن مكان للذبح، ولا يتعودوا شفتوا فعلا ذبح عشوائي في الشارع العام، ولا يتعودوا ما اللي شفتوا حيوانات هم اللي مدروكة على الشارع العام. صح. وهذا كامل فعلا جزء من أوضاع إحنا خارج السيطرة بالنسبة لنا، خارج السيطرة، لأنكم نعم. من حزب معارض نعم. وأيضا لتمييع دوركم في اللامركزية، تعتبرونه ذلك؟ إذا جزء من هذا يقد يعود ما نقع قبال قد نعود ما نختير قاع يلبس لبوسه سياسي بذا المعنى، يقد يعود جزء منه إهمال الدوائر الإدارية المعنية حقيقة وعدم قيامها مسؤوليتها، هذا قطعا عن جزء من المسؤولية. وقد يعود ما اللي جزء منه فعلا ضعف في التعاطي معنا احنا، وعلى يخلق منه شيء فعلا في دوائر إدارية عليا هي ما تتعاطى معنا التعاطي الإيجابي، وعين نشوف فعلا مستوى من التعاطي الإيجابي معنا وراءنا من البلديات الأخرى اللي قد تعود فعلا قد تعود قرعة لذيك الدوائر الإدارية، وبالمقابل فعلا قد يعود لا شك على المشهد مركب. غير رات احنا حاملين وقاع لا على حسنية انه لا اهمال ذيك الدوائر الإدارية المعنية. الضريبة الصلاة اللي ذكرتوا انتوما حتى احنا الى دفع الى فرضنا قاع عليهم رسوم، هذا ما هو لا يدفعهم له، هذا ادعى عنهم فعلا يتموا لا في الفوضى وماسين في الفوضى وماسين عنهم فعلا قاعد يدفعوا رسوم هم فعلا تلقائيا يا الله يخلى. طيب نقطة أخيرة فقط، ما دامت هي بلدية من أكثر البلديات فقرا، ما هي استراتيجيتكم وكذلك نظرتكم للمستقبل من أجل رفع من مستوى هذه البلدية التي تعيش هذا الوضع السيء وكذلك هذه الوضعية التي وصفتموها بالفقر المدقع؟ والله عن الحل تفعيل اللامركزية، من تفعل اللامركزية فعلا وتنعطى البلديات صلاحياتها الكاملة وتنعطارها الوسائل أيضا المادية الكاملة، بإذن الله تعالى يدور يخلق مستوى من التحسن في الوضع. أيضا نأمل عنه مع فعلا فتح مجموعة ربما من الأسواق والأنشطة التجارية في مكان المطار القديم، وربط المدينة بقلب ربط البلدية بقلب العاصمة. نأمل إن شاء الله تعالى أن يخلق فعلا مستوى من التطور، وعن ذي الأسواق الجديدة ستدر دخول على البلدية، وتتمكن البلدية فعلا منها تطلق لها اليد فإنها فعلا تقارب مشاكل المواطنين، وعنها تقدم مساعدات اجتماعية، وعنها تستوعب فعلا ذيك الشرائح باطل أكثر فقرا، وعنها فعلا نمكن من وسائل مادية تمكننا فعلا من حل مشكلات المواطنين، وياك فعلا البلديات تقوم بالدور المأمول. نعم. وإلا الوضع الحالي فعلا للبلديات وضع أشبه توف بالخشب المسندة حقيقة. نعم العمدة، هذا طبعا هي الصورة القاتمة، قاعد احنا ما نختاروكم تديروها المواطن مواطن ساكن دار نعيم، نختاروهم يعودوا ينظروا لها بأكثر إشراق إن شاء الله. إذا العمدة اللي رداك من خارج سؤال قبيل اللي جبتوا عليه إجابة في ذيك قضية 60 مليون اللي هي اللي تجيكم من صندوق الدعم، ولا تحدثتون عن الميزانية برقمها الكامل، عن الميزانية اللي كنتوا ميزانية متوقعة، لا نتحدث عن الميزانية المحققة لعام 2015، احنا ذاك 2016، يعني ذيك الميزانية اللي كنتوا انتم نعم. يعني ما تحدثنا عن ذاك الرقم والله تمام. اذا هذا الرقم نختاروا نعرفوه وبدنا تعرضوه للناس كامله، ما في مشكله احنا. نعم جانب اخر ما يتعلق يتعلق بالدعم، دعمتم عندكم في البلديه، هذه بلديه دار النعيم فيها قدر من التعاونيات الزراعيه، راكم قلت عنكم قلعه الضرايب عنا ضرايب عنا باعت الخضروات، يعني فيها قدر من التعاونيات الزراعيه اللي مختلف احياء هذه البلديه. ضروري تحدثون عن نوعيه يعني علاقتهم، كانهم داخلين في ذاك اللي ما عليه الضرايب، والله كان هم داخلين فيه، وشنو الدعم اللي معدلينهم هم كيف ما قلت لكم بهاللي هي مجموعه من التعاونيات اللي حوالي قالوا الضرع تقريبا حسب دراسة وعدلت تعود 1800 من المزارعين تقريبا موجودة في البلدية. نتحدثون عن دعمكم لذيك نعم. نعم. المزارع. أشكرك. مشينا فعلا البلدية
الحمد لله بالنسبة للمداخيل من أنشطتنا التجارية اللي هي فعلا الوعاء الشريان الأساسي لهذه الميزانية، إضافة اللي يجي من الصندوق الجوي وبالمناسبة ثابت دائما طوال السنوات الماضية، ذيك الحصة ثابتة ولا تتناسب مع عدد السكان، اللي هي الحصة اللي نجبر من الصندوق الجوي كما لو كان عدد سكان دار نعيم 65,000 ساكن، بينما نحن اليوم 142,000 أو يزيد. تضاعفت الحمد لله المداخل في الانشطة التجارية 3 مرات، تضاعفت 3 مرات، لأنه مجينا كانت الانشطة التجارية في حدود 11 مليون، واليوم 2015 هذه انشطتنا التجارية تدر 34 مليون. طبعا هذا بفضل الله، ثم بفضل خطة محكمة للتحصيل، عندنا إحصاء جديد على كل حال راجعناه، وأيضا المصالح القيمة أيضا بذلت جهودا في مستوى مصلحة التحصيل، بذلت جهودا جيدا، وكان مستوى التحصيل على كل حال مستوى جيد، هذا من دون ان نزيد الوعاء الضريبي زياده فاحشه، وانما فقط كان بسبب توفر الرشد والحكامه حصل هذا النوع من ما هو بزياده الانشطاء، لا الرشد والحكامه معناها زاد احنا وضعنا وتوفر نقولوا عنه خطه اقتصاديه لتحسين التحصيل، واتت اكلها بلي تضاعف 3 مرات، وهذا على كل حال مكننا من أن نعدلوا زيادة بنسبة 120% الرواتب الموظفين عندنا، ومكننا أيضا من أن أيضا نكتتب بعض أيضا العمال. بالنسبة للي أشرتوا له التعاونيات الزراعية المنظومة التشريعية اللي نشتغل عليها درك ما تعطيها عقبال الضوء في دعم التعاونيات الزراعية حقيقة، وإن كنا احنا بعد من أوائل في أوائل المأمورية عدنا مداولة على مستوى المجلس البلدي ومشيناها الجهات الوصاية، أن طالبين منها تصادقنا على تخصيص حصة سنوية في جانب الاستثمارات وميزانية البلدية لصالح المجتمع المدني اللي يدخل في التعاونيات اللي ذكرته، نهامنا أن نتم وندعو بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي من ضمنها التعاونيات الزراعية ومن ضمنها تكوين أنشطة على شكل مشاريع تدير دخول لفئة الشباب والفئات الأكثر فقرا، مشروع صغير يمول المجموعة من الشبان ولا مجموعة من الخريجين ولا مجموعة من التعاونيات النسوية، هاي المداولة لها ما يقارب 2 سنين دون أن ترد عليها جهات الوصاية، ما ردت عليها لا بالقبول ولا بالرفض، وإحنا بطبيعة الحال من ناحية الوصاية بعض من الضروري فعلا موافقة جهات الوصاية على هذه النواحي اللي فيها صرف مالي ياك تخلق التغطية القانونية المناسبة وياك يعود الصرف قانوني، هذه ناحية. ومع هذا بعد ما سكتنا ليك التعاونيات الزراعية، وهون أذكر مشكلة المزارعين اللي فعلا صدرت أراضي الكثيرين منهم وفعلا تم على كل حال تقطيعها ومنحت كقطع أرضية، كتبنا بذي الوضعية لوزارة الإسكان ولفتنا انتباه لوضعية هاي المزارعين وعنهم هاي الأراضي حماوهم من رؤوسهم واستصلحوها فترة من الزمن، وعنهم حكما هم أقرب الناس لها حكم حيازتهم لها حكم اللي عنهم فقراء ومحتاجين لها، وعنها إذا ما امتنحت لهم يلا تنعطى لهم قطع أرضية نعم بديلة، وطبيعة الحال هاي المشكلة مؤرقة فيهم غير يبدو عن فعل السلطات أخذت قرار وفعلا وضعت المزارع قيد التنفيذ ما تنفذ عن ذيك المزارع كاملة اللي أشرت له تعاونات الزراعية اللي فهم، وذيك المزارع عنها اللي ترحل 17 كيلومترا بعيدا من قلب المدينة، ذاك فعلا قرار يثير فعلا مخاوف عند هذو المزارعين، وإحنا بعد بالمناسبة نطالبوا فعلا بإنصافهم وعن تسوية مشكلتهم تسوية فعلا عادلة تأخذ في عين الاعتبار حاجتهم وحاجتهم اللي المواطنين ذي المواد، وأيضا مراعاة اللي موائمة الوجه الحضاري للمدينة عندها كامل الله يخلق فيها تخلق فيه مقاربة تضمن لهم فعلا حقوقهم وإنصافهم وتضمن لهم اللي عن الوجه الحضاري للمدينة عن يحفظ بشكل ملائم، وفعلا ما زلنا ننتظروا الجواب على ذيك المداولة ياك يعني نقدوا فعلا يعود تدخلنا تدخل قانوني، لان احنا اللي في النهايه نعملوا تحت سقف القانون.
ومع ذلك بعد منظمات المجتمع المدني لكن قد ندعم منها على كل حال يندعم وسوى الصدع معنوي وسوهم اللي دعم مادي على تواضعه. جميل سيد العمدة. لكن لا ننتقل الشهر ركن طبيعي لأنه مهم. نعم. وإلى منافس التعليم له يعود أكثر من أهمية هو قطاع الصحة. صح. سيد عمدة أخوك تحدثنا عن قطاع الصحة في بلدية دار النعيم. نعم. وهي اللي تحوي ثاني أكبر عدد من السكان. صحيح. في هذه المقاطعة. شنو المشاكل اللي يعاني منها قطاع الصحة؟ نحن نعرف الواقع نختاروا قلت السيد العمدة تحدثنا عنها. نعم. كيف أشرتوا؟ واهلي عن فم البلدية دار النعيم تمتد على 15 كيلومتر شريط على 15 كيلومتر واهلي عن المشاكل فعلا تعاني منها البلدية هون ضعف تغطية صحية لأن منين نقسموا عدد سكان دار النعيم الذي فيها من الأطباء والممرضين كم لا ينجبروا كم من ألف كم عندها من طبيب إذن ضعف التغطية الصحية هي فيها مستوصفين صحيين مستشفى الشيخ زايد قال مستشفى على كل حال قاعد على المستوى الوطني ولا نعتبره عنه قرعة على دار النعيم قدر ما هو قرعة على موريتانيا كامل غير هي اللي فيها مش رسمي مستوصفين رسميين مستوصف الحي الساكن مستوصف النسويلة وهو المستوصفين تعاملت معهم البلدية على كل حال تعامل في حدود إمكانياتها المستوصف الرئيسي اللي في النسويلة مجينا حقنا كيف تنو وسلم جناح خاص بالولادة كان ذمرة للشراكة بين البلدية وبين التعاون الفرنسي نحن بطبيعة الحال زودنا هذا الجناح وعاد ورداك جناح الحالات المستعجلة زودناه مجموعة من المعدات الصحية في سنتنا الأولى منها جهاز الأكسجين جهاز للتعقيم وجهاز العناية بالأسنان ومنها أسرة للحجز وأسرة أيضا لنقالات للمرضى ومنها مجموعة من معدات التوليد إضافة لبعض التأثيث مستوصف أيضا وهي السنة أيضا اقتنينا مجموعة أيضا من المعدات الصحية واقتنينا شمل تأثير مستوصف الحي الساكن وندعم الطاقم الطبي في هذه المستوصفين وفي نقطة أخرى ترعاها البلدية قال نقطة الرفاه الصحية ندعمهم بسبع أفراد وكلفوا البلدية 6,700,000 فوقية كتعويضات لهذه العمال النقطة اللي قالها الرفاه الصحية نقطة أيضا تدعم البلدية فيها طبيب رئيس ومولدة وتتولى أيضا تكاليف الحراسة وأيضا إلى خسرش من ذيك المعدات والله احتاجت لبعض الترميم تدخل أيضا البلدية في هذا المجال أيضا الحملات الصحية اللي تخلي تشارك فيهم البلدية ثم النقاط الصحية أخرى أهلية نحن ننسق معها في النقاط الصحية مدعومة من المشروع الحضري ننسق بطبيعة الحال مع هذه النقاط ونقيم عملها إذا نحاول فعلا على قدر جهدنا عنا بطبيعة الحال نتدخل فم حي فقير جدا تعرفوه حي المغيطي اللي كبير وعريض وهذا الحي فعلا كاتبنا فيه الجهات وجبرت فيه الأمين العام لوزارة الصحة السابق وكلمته في ذا الحي أن نختار وتعدل فيه نقطة صحية طبعا يلا هون عارفين قضية وذي لا من مشاكل لا مركزية عن القرار فتح نقطة صحية عن ما هم صلاحيات العمدة وعن القرار فتح مدرسة ما هم صلاحيات العمدة إذا منين يقرر وزير الصحة أن لا يفتح نقطة صحية عادت البلدية تقد توفر معدات طبية وعادت تقد تدعم أطباء بعلامات تشجيعية ومنين يقرر وزير التهذيب عن لا يفتح مدرسة عندنا إحنا عندنا قد نبنوها والله نرموها والله نشروا لها تناولها معدات جميل قال السيد العمدة أنتم من إذا نسمح نكمل شوي نقطة هم أنتم معنا فهم حاجة النقطة الصحية يلا أنتم تقدموا رسالة لوزير الصحة أنتم حاجة ثانيا سيد العمدة هنا قدني السؤال شوي اسمح لي أقول له أنتم طبيعي لكم حزب معارض مفروض عليكم علاقتكم بالدولة إذا ما جاوبت معاكم في طلباتكم من الحزب اللي جاي أنتم منه مفروض معروف على أنه عنده تدخلات في العديد من المشاريع اللي عنده تمويلات يجيبها شنو تدخلات الحزب في دار النعيم من حيث الصحة من حيث التعليم من حيث الخدمات اللي تلامس هموم المواطن طيب بالنسبة لاستكمالا للنقطة الأمين العام لوزارة الصحة جيته وذكرت له وضعية المغيطي هذا الحي الفقير اللي يعد آلاف الساكنة ما فيه نقطة صحية رسمية
ولا فيه مدرسة. قرب له مدرسة، مدرسة أبو هريرة، فحاشيته من دون وكلمته في الموضوع وقال لي عنهم مستعدين عنهم يفتحوا نقطة صحية، غير لابد من يجبروا قطعة أرضية ساحة عمومية تعود مرخصة من وزارة الإسكان. وهون رجعنا للمربع الأول، رجعنا لوزارة الإسكان. وزارة الإسكان ما عاد، وزارة الإسكان ما منحت الساحة العمومية، تالي وزارة الصحة ما قدرت تقيم النقطة الصحية. إذا احنا توقفنا، احنا دورنا فقط عنه أن ننبه ونوضح ونبدي استعدادنا عن النقطة الصحية منين تقام، عن اللي قد بعد يوفر لهم التجهيزات والمعدات عن وفروه إذا إذا ما خلق. إذا هذا موضح ذي النقطة، وهو اللي خلق أيضا في التعليم. كاتبنا وزير الأمين العام لوزارة التعليم أيضا كتبت له عنه يفتح لنا مدرستين في حي المغيطي. هذا شخلق جاءوا مدرستين، واحدة منهم قيس حي المغيطي وواحدة قيس الحي الساكن. مدرسة المغيطي وحولت فجأة، مشات شورجية أخرى ما نعرف شنو هي، ومدرسة الحي الساكن أيضا وقيمت بدون التشاور مع البلدية في مكان ما هو مناسب، لأنه قيمت مباشرة في زر مستوصف الحي الساكن. بالنسبة للحزب اللي ذكرته، اختير هون نوضح أن احنا منين فعلا جينا للبلدية، اللي قالوا دراعة العمل الحزبي فسخناها عنا، جينا فعلا لتسيير محلي والمواطنين كاملين مواطنين، وذي الموارد موارد المواطنين كاملين، وبالتالي فعلا تماهينا مع الحالة اللي قدامنا واستجبنا مع المجلس البلدي اللي معانا، اللي فيه طبعا فريق سياسي طرف سياسي وخارج غير بعض، تحاولنا كاملين واستجبنا ونسينا تماما انتماءاتنا الحزبية بل اللي أمام شأن محلي ما عنده لون ولا طعم حزبي. هذا من ناحية. غير للأسف يبدو أن البعض فعلا لا مستحضر ولا ضامر ذيك النية، بعض الدوائر الإدارية ذيك النية لا مستصحبتها ولا ماسعة أن احنا فعلا طرف سياسي أخر، وعنه لا ذاك كامل اللي قد يعرقل به يلا يعرقل به. بالنسبة للتواصل اللي ذكرته، تواصل فعلا حزب سياسي وغير ما هو هيئة خيرية، والأحزاب السياسية طبعا ذي الجانب الخيري على كل حال يخلق عليه هوامشها غير ما هو جوهر عملها. جوهر عملها عمل خدمي، عنها منين توصل للسلطة تقدم مشاريع، وعنها فعلا تقدم خدمات، وعنها توصل الخدمة للمواطن، وعنها تعود شفافة في تسييرها، وعنها تقدم البديل المفقود. غير العمل الثاني الجانب الخيري، قطعا التواصل لا شك عنه فيه خيرين، وفي الأحزاب قاع كاملة، وفيه الناس اللي من أهل اليسار من أهل اليسر، قطعا لا عاوي يدخلوا غير على مستوى شخصي، وقطعا عنه هو كحزب لا يعي عدد من العمل الاجتماعي من خلال كيف قلنا عنه يوك الافراد المنتمين له اللي عندهم وسائل، لا يعي يدخلوا في في في, في السقايه، ويدخلوا حتى في النظافه، ويدخلوا ايضا في رمضان، يدخلوا في مواسم مختلفه، ومن يتخلق في وضع كارثي والله وضع يحتاج تدخل هيا ولا يدخلوا. وغير ما عنده فعلا نقطه صحيه باسمه ولا عنده طب باسمه، لان هذا ما هو من وظائف ذاك، ما هو وظائف الاحزاب. سيد العمدون لان قاطعك في نقطه قضيه بما انك مزت في حي المقيطي، وطبعا حي المقيطي حد يعرف يعرف انه يعيش وضعيه مزريه من ناحيه الفوضى العشوائيه اللي فيه، ومن ناحيه ان السكان وضعيتهم مزريه من ناحيه انهم مدى ضعاف ومحتاجين العمدن ينتخبوك انك توصل صوتهم للجهات المعنيه انك تحل مشكلتهم، وهذا دور ناس كامله ودور الاعلاميين من جهه اخرى. من ناحيه انا نبقي نعرف كان ها لجات فم اسعافات راهو يامس كان فم بلديه دار نعيم كان فم اسعافات، من ترى كان هاي الاسعافات تقسم كان تشترك فيها البلديه كمسؤوله عنها المواطنين ياك توصل للناس الضعاف، وكان تم ذوك الاسعافات كانكم تم فم نوع من الإحصاء هذا وإشراف على العملية اللي تم بكل شفافية من خلاله. شكرا. للأسف عن ياسر من اللي يوزع عن البلدية عنها ما هي اللي ما معطيها الخطمة فيه، وهذا فعلا من المشاكل لا مركزية. عن عمدة ما هو مفلوش على إنه يوزع شيء من لحوم الأضاحي، السبب شنو؟ ولا هو مفلوش عنه يوزع شيء من عون عاطية مفاضية الأمن القضائي، ولا هو متكون لأنه ينظف بلديته حقيقة، ولا هو متكون عنه قد يفتح نقطة صحية ولا يفتح مدرسة. لا نعرف عمده وضعيته وذنبتها حقيقة، شو خلاله قاع. هذا سببه عن اللي قالوا لا مركزية حقيقة، عنها لا حقيقة لها، عنها شكل وتوف يغير بلا مضمون. تالي هذه العون الغذائي اللي تكلمتوا عنه
نحن ما انه ما معطيانا الخطمة فيه وعلم من فعلم به غير مشات سي اس ام مفوضيه الامن الغذائي مشات عناصر وهو اللي فعلا يترأسوا لجان وان كانت بعض البلديه شاركت فيك اللجان كامله باعضاء منها افراد منها من موظفين البلديه ومستشارين ولا بخلوا شيء عنهم ينعتوا يدلهم على جيوب الفقر ونعتوا لهم غير في النهايه القرار ما هو تحت ايديهم قرار تحت ايد ذاك اللي يرأس اللجنه واللي طبعا واحد من السي اس ا وبالتالي فعلا مشروكين في القرار قولنا بعد مقيدين يعني انتم مقيدين مقيدم مهامكم مقيدين في الناحيه طبعا احنا هنا مواسين عن مسؤوليتنا هذا حيزنا الترابي واحنا على الاقل ما زالت اعطاونا المواطنين ثقتهم ولا تسحبوها منا بالتالي يلا نعود متكله ونفلشه على شيء قايس وين اعطانا بدل ما يجي حد اخر ضيف ما يعرف الخريطه الجغرافيه لدار النعيم ولا يعرف خريطه البشريه ويجي يصبح يسدد وينير هذا لا السؤال اللي أراد عليكم انتم تشوفوا انتم ظاهر لكم ذاك شكرا مرة أخرى أسألك أيضا هذه المرة عن الأمن هل وصلت رسالة المواطن العادي المعروف عن دار النعيم تحولت فجأة للأسف إلى دار لا نعيم ولا أمن وغياب هذه ظاهرة انتشار الفوضى فوضى السلاح فوضى السطو المسلح في وضح النهار هل وصلتم هذه الرسالة طبعا هذه المرة ستنجون لن تقولوا هذه لسنا الأمن ولكن أسألك أيضا عن تعذرتم كثيرا بأنكم كل شيء مصدود في وجهكم البلدية لم تترك لها صلاحيات هل وأيضا الميزانية محدودة هل لماذا لا تبحثون عن ميزانيات أخرى مثلا بعض البلديات تسعى إلى التوأمة مع بعض البلديات الأخرى عبر العالم وتستطيع أن تجلب مشاريع هكذا مثل مشاريع خفيفة للمواطنين أين أنتم من الأمن الغائب في بلديتكم وأين أنتم من التوأمة لماذا لا تبحثون عن بعض التمويلات الأخرى ما هي المشاريع التي ستقدمون للمواطن قريبا في المدى القريب المواطن العادي الضعيف الذي ينتظركم ويستمع إليكم الآن أشكر على السؤال فعلا أنا أؤكد ما ذكرته من ضعف الحالة الأمنية في دار النعيم للأسف مثل مولي ياثر من بلديات ناكشو قطعنا عن عمد بنص القانون المشي للبلديات عنه المسؤول عن السكينة العامة غير مولي لا نختير نقول عن الأمن بمعنى مثلا رجال الأمن بمعنى الخطط الأمنية اللي توضع في المقاطعة بمعنى تأمين المواطنين هذا مولي للأسف العمدة ما عنده من شيء رجال الأمن اللي في البلدية تابعين للحاكم حاكم المقاطعة معناه مفوضيات الشرطة تابعين له يأتمرون بأمره على كل حال وكذلك أيضا فرقة الدرك إذا عنا التنسيق إحنا ما لا يجري معنا أي تنسيق أمنيا حقيقة وإن كان بعد على كل حال في المقام بعد اللي معانا من على كل حال الإدارة اللي هو الحاكم والمفوضين معاه يتعاونوا معانا على كل حال حالة كاملة أنقلناها لهم طبعا فهم سلاسة في العلاقة بين نحن وهم وفي مستوى قطعة من التفاعل معانا الحق يقال غير نطبخ الأمن احنا ما لنا فيه صلاحياته ما هي عندنا والمجلس البلدي في دورته الأخيرة تكلم عن الفلتان الأمني اللي اشرته له ودونه في محضره عن مستوى فعل من إعدام الأمن ومشينا فعلا ارتفع للجهات الوصاية والناس كاملة على كل حالة تعرفوه هو حديث الساعة غير البلدية فعلا فيه من ناحية الفعلية من ناحية العملية لأمن ما هو تحت يده وإن كان فعلا فهم شهود تبذل غير أنا ماسي عن فعلا وسائل رجال الأمن في دار النعيم تخلفة بسبب ضعف وسائلهم نقص العناصر نقص السيارات وتبارك الله فعلا شساعة الرقعة الجغرافية للمدينة هذا كامل فعلا مع بعضه وفعلا أنا أعلن من المنبر تضامني مع المواطنين فعلا وفعلا تألمي ذاك كامل اللي يخلق من عمليات السطو وذاك اللي يخلق من إزهاق الأرواح البريئة نعم بالنسبة للسؤال الثاني توأمة احنا حاولنا نبذل فيها مجهود السنة قبل الماضية أنا قمت بزيارة لتركيا بدعوة من بعض البلديات التركية زرت 3 بلديات تركية كبيرة وتوصلت معاهم المشاريع توأمة واشترطوا
موافقة جهات الوصاية هم على التوأمة ياك هما هم اللي توافق جهات وصايتهم على التوأمة. وعدنا مداولة في المجلس البلدي طلعتهم على ذيك الزيارة كاملة، وثلاث بلديات تركية، بلدية قالها أبو أيوب، بلدية قالها زيتون بورنو، وبلدية قالها بيرن باشا، ومشينا للوزارة الداخلية ولحد الساعة لم ترد علينا. بلدية عرفات على سبيل المثال عدل الزاد هي مشروع توأمة على بلدية أخرى، ومشيت لوزارة الداخلية وردت عليها بالرفض. إذا نحن حاولنا، وجانا أيضا وفد هون زائر من بلدية مغربية أيضا نسقنا معاه وقدموا لنا دعوة للزيارة، إذا نحاول فعلا نصل غير فعلا إما يواجه ذا بالرفض كيف بلدية عرفات، والله ما اللي يواجه بالتجاهل والله نسيان كيف وضعيتنا احنا. إذا نحاول أن نبذل مجهود، لكن احنا ما عندنا الوسائل اللي تقعد عند بلديات أخرى من أخواتنا هون عندها فضاء من العلاقات تحرك فيه نتيجة على كل حال لوضعيتها السياسية. احنا ما عندنا يعني بعد اللي قدينا نحصله هو اللي يواجه بهذه المتارس اللي ذكرت لكم ذلك. نعم سيد المندى، إذا ضرك له نبقى مع بعض آراء بعض المواطنين. طبعا عينة صغيرة جدا من مواطنين دار النعيم التقتهم كاميرا البرنامج اليوم وقالوا لنا ذلك الكلام الصمتور إن شاء الله نتعرف. نحن دار النعيم هون عندنا مشاكل ياسرين، واحدة هذه قضية هذه مباليت قلت النظافة، مباليت ما عنده بلد تنطرح فيه إذا فوضوي تطرحها بالمين تبغى تطرحها ترقد في دارك تصبح لك جيفة عند فمها، والله روس الحوت والله رواية الأسواق ما فيه مشي تنطرح فيه مباليت. هاي مشكلة متينة حتى متضررين بعض منها تضرر مولي ذوك واضح إذا فهمتوا. وعندنا مولي مشكلته مشكلة أخرى، عندنا مشكلة الماء نختاروا اللي هو العمدة يدخلنا بقضية هذا الماء. نحن هذا اللي راه من جهة المقيطي ما أننا قاعدين ندخل الماء خارجنا لا تمون الشرب، وذا مشاريتات اللي ما نعرفه كانوا صالح للشرب الله ما هو صالح له، ما شفنا مدة جيت فحصوا تخرصوا ولا شي فهمت. الماء لا ماشي من الحمار اليوم داير بريقة والصبح داير عليه حمار جيفة، حمار جيفة ماشي لا يزرقوا فهمتوا. طالبين عمد الدار النعيم على انه شوف معانا مع مشاكل الدولة حول الضرائب، راي الضرائب هوني يديروها علينا بس ينقصوها علينا لان العمل تعبان والاحوال تعبانه. وباقيين الضرائب يعودوا بشكل منظم وتو يعودوا عارفين المبلغ اللي في البوتيك ومنظمين هم اللي ياكل اللي جالي يعود معروف ومضبوط بشكل يعود معروف ما يعود شي عشوائي. انا باسمي كمواطن اسمي الخليفه واللي لله والسيدي كاتب ضبط رئيسي متقاعد، وكنت نعمل في هذه المحكمة تميت فيها لين تقاعد. وهذه البلدية من أدائها من أحسن البلديات في نواكشوط، ولو أنها وتجدت معها بلدية واحدة أو بلديتين يصلح ذلك نواكشوط، لأنها قامت بكثير من المشاريع من بناء المساجد وتأسيس المحاضر، وهذه معلمة دينية لأن الموريتانيين ترباوا على الدين، والحمد لله 90% منهم 99% منهم إسلام. أولا نشكركم بعد قاع علي المقابلة اللي معدلين هنا في منطقة دار النعيم هذه اللي تعاني بعد عدة مشاكل، والمشكلة الأول اللي تعاني منها مشكلة بعد قاع الطرق بيني عندها طريق واحدة جاية مع كرف فرعين الطالح ذيك جاية لها وعد في راسي والبادي، والماء احتلوا منها بنات التراب وبنات المحار محتلين منها الحمير. والثاني ما هذيك مولي هناك مناطق راعي في حي 22 هذا اللي قالوا زون بنات ذاك الحي مولي حي نائي تماما فاهم،
والبلدية ما هي من يالله تباط تعود مثلا معدل الدراسة فما تلغ الشقط طريق كي طريق شارع شارع بن الشاب هذا شارع بن الشاب هذا ساكن تو ياسر الخرق يا قير وفم ياسر الناس يبقى يسكن في ذيك الأرض اللي قالها القريقة غير ما هو قاعد يسكن بها اللي ما في مواصلات مواصلاتاش قدرون وعادة فم وكر قاعد البنديات عادة ما تسرق وانت في نواكشوط ما جبرت في القريقة لماذا لأنها منطقة نائية فهم ولذلك انا طالب من البلدية ذا اللي اولا تفتح الطريق من هنا تمقد كرفور حي الساكن كرفور حي الساكن الى فراش والبواد وتفتحها مع عند تقريبا هذا مع عند ذوق فراشات النسوين مذوكم اللي من اجل ايش من اجل لعات هناك مواصلات احنا خايفين تعقب تخلق هنا حريقة والله تخلق هنا رواية سوى شنهي وتعود السلطة اللي تتدخل هي ما عندها قاعد طريق تتدخل هي إذن طبعا هذه كانت عينة صغيرة جدا من آراء المواطنين اللي طرحوا بعض المشاكل طبعا وما خفية كان أعظم طبعا هذه كانت آراء تحدث فيها عن قضية الولوج المياه الصالحة المياه الصالحة للشرب وقضية الضرائب قضية فك العزلة أساسا المحاور نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قالوا كامل حق وصادق وبالنسبة لمد شبكات المياه الكهرباء هذا اللي ما هم صلاحيات البلديات قد مرة كاتبنا مدير المياه وجاء حد من أهل البلدية وقال له احنا ندوروا تقولوا لنا قضيته احنا عندنا طلبات قالوا في شبكات المياه قالوا انا لا اعلم ما المسؤول عن هذا على ابن السائل ها قالوا السياسة عند لا الوزير هو اللي يعرف ما نعرف من اللي يأخذ الماء ولا من اللي يأخذ الضوء. نحن مولي هذا ما هو من صلاحياتنا. نقدر ندخل الماء والضوء هو شيء تابع على البلدية. غير المد الشبكة في الشارع العام هذا للأسف أيضا مولي ما هو من صلاحيات البلدية. منزوقة مولي عن تعدل في شيء. أولا ما عندها الإمكانيات ولا حاول تقع منزوقة عنه من ناحية القانونية. وهون فعلا إحنا اللي شاروا له في حي المغيطي يحيلنا القضية التأهيل عند الحي. فيه منطقة كبيرة قالها المنسية من 1983 ما منسية جميع المخططات العمرانية تأخذ عليها وترصف وراني منزل منبر طرح قضيتها منزل حي يلاحقوا عادي يعود في ذاكرة كافي من النسيان أيضا حي المغيطي من نفسه حاولنا احنا عن في طريق رئيسية حاولنا عن نعبد ندعموها ما قدينا بريدة هي مزات فيها القصرة حتى ساعة إذا بريدة فيها القصرة ما قد فعلا تمتد فيها شبكات المياه الكهرباء وهون وطالب تسريع العمل عمليات تأهيل حي المغيطي ياك فعلا يقدر يدخل فيه الماء والضوء وإذا قالوا مواطنين حق صار نتكلم عنه في الضريبة ما عينه على ضريبة البلدية عينه على ضريبة أخرى تطرحها وزارة المالية ضريبة تجارية على أصحاب المتاجر ضريبة سنوية وهي اللي متكلمين هم عليها وهي اللي فعلا فيها مستوى من قد يعود قلة الدقة ما احنا اصلا احنا عندنا دقيق موضح وضرائب ومحدده ومعروفه وعائنا الضريبي واضح ولا زدنا مساعة جينا ذبتنا نفس الوعاء الضريبي بالنسبه للي يتكلم عن المواطن ايضا في مد الطرق القدون اللي هو تعبيد الطرق هي طبعا ما هم صلاحيات البلديه بالنسبه لتدعيم الطرق فعلا احنا عندنا السنه 5 طرق وهون نرجع لسؤال المشاريع اللي ذكرته قبيل من بيناتها طريق شورى ذا الحي اللي ذكر هو عنه حي الغريق والله حي السلام من جملة فعلا الأحياء اللي عندنا 5 طرق إن شاء الله واحدة منهم بإذن الله تعالى رأينا الإمكانيات عندنا نمدوها وإن كان بعد الحي على كل حال إلا ما فيه عزل متينة ما فهم عزل متينة وذا اللي ذكروا مشكلة نظافة صحيح أيضا النظافة أحيانا تتراكم مع أن بعد المصالح المجموعة الحضرية في دار النعيم إلا بذل مجهود ما خاسر لي شيء في ذاك المجال غير هو ما عندهم زاد هما الوسائل اللوجستية فعلا للنظافة يشتغلوا بوسائل تقليدية طيب عمدة سيد العمدة أنا فقط أريد أن أشير إلى كلمة تكررت أكثر من مرة هنا في هذا البرنامج أنكم لا تستطيعون أو ليست بإمكانياتكم أو لا تدخلوا في صلاحياتكم إذن أعود وأقول أليس هناك تمييع لهذا الدور وهو دور العمدة وكذلك عدم وجود اللامركزية في موريتانيا وخاصة عن طريق
البلديات. هذه فقط إشارة. ثم بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أيضا هي مهمة في هذا، وهي نقطة الجدار الذي أقمتموه لمقبرة الأطفال. هذا الجدار أقمتموه، ولكن قلتم أيضا أن هناك جدار آخر كنتم تريدون إقامته ولكن رفض. لماذا قبل هذا الجدار ورفض ذلك الجدار؟ بالنسبة لي ذكرته، أنا فعلا اخترت الفرصة السانحة نذكر فيها مشكلة اللامركزية، لأنها مشكلة منسية، وهي هي جوهر العمل البلدي، هي 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 رواية لا حق ولا كذب كيف قال. نعم، نعود فعلا الدولة اللامركزية خيار عندها كيف كان، قال تعدلها وزارة وتفصلها عن الداخلية وتعود وزارة اللامركزية قائمة وتعطي للبلديات ماها وتعطي للعمد صلاحياتهم وتديرهم على المحك وتضع فعلا الحصان أمام العربة. منين يعود لا مستوى المجارات اشكال اخرى ونماذج قائمه في دول اخرى في دول العالم المتقدم، ما سعى عند الواقع منها لا مستوى فعلا من تمرميد العمد وتسلع المواطنين وشبه فعلا توفى مده منه باللي حقيقه ما هو مجدي. اللي ذكرته صح، احنا فعلا انا ما حاجه لعني ذكرت شي في اخبار مقبرة الأطفال. احنا فعلا عندنا مقبرة في الحي الساكن، مقبرة كبيرة سيجتها البلدية، وفي مقبرة أخرى بزرها صغر منها فعلا، وضمن أيضا المشاريع هذه السنة مبرمجة قطعا للتسييش، وفقط ما فيه لأن المقبرة أصلا من الدومين البلدي العام ولا فيه مشاكل. أي غير بالنسبة للسوق تقصدون المسلخة؟ لا، هذا الحائط، لا أنا عندما أتحدث عن هذا الحائط أو التسييج، قمتم بالتسييج، ولكن لماذا لا تقومون بنفس الدور في المسلخة أو سوق الماشية الذي كنتم تريدون أيضا أن تسيجوه أو تقيموا حائط؟ لأن المقابر من الدومين البلدي العام في تعميم لأحد وزراء الداخلية أرسله منذ يعني 10 سنوات أو 15 سنة لا أذكر التاريخ، تعميم لجميع العمد الذين توجد مقابر في حيزهم الترابي بوجوب تسجيل المقابر. جميل. والمقابر من ضمن الدومين البلدي العام، بالتالي التدخل فيها لا يحتاج إلى إذن. بينما هذا السوق، سوق الحي الساكن اللي ذكرت أنتم، أصلا هذا السوق مديور في ملعب رياضي، ولكي يحول هذا الملعب الرياضي من ملعب رياضي شور سوق الحيوان هذا يحتاج إذن، يحتاج مقرر من وزارة التجهيز التي تتبع لها الساحات، وزارة الإسكان التي تتبع لها الساحات العمومية. وإذا هو بل منين عندنا إحنا نطالب وزارة الإسكان أن تحول الملعب شور سوق وشور مسلخة، إياك وزارة البيطرة تقد تعدل تقيم فيها. غير هذا التنسيق بيناته ما هو مسؤولية العمدة. طيب. التنسيق بيناته مسؤول وخارع يربط بين وزير الإسكان وزير البيطرة. طيب، النقطة أخيرة فقط حتى أنتقل إلى الزملاء، هذه النقطة أيضا هي رسالة. هذا هو سؤالي الأخير بطبيعة الحال، هي رسالة من شباب دار النعيم، قالوا أنهم منذ وصولكم أنتم إلى سدة المجلس البلدي أصبحت هذه الساحات كانت موجودة هناك، أصبحت ساحات تبنى فيها المساجد والمحاضر، وأما هم فلم يترك لهم حتى مساحات لإقامة ألعابهم الرياضية فيها وكذلك أيامهم الثقافية. فقط ردكم على هؤلاء الشباب الذين بلغوني بهذه الرسالة، وما على الرسول إلا البلاغ. تبارك الله. سمحوا لي شوي نقول عن المجال الرياضة، عن ندخلنا فيه، عندنا في مستوى التدخل ولا يجاوب ذا اللي قلته. اولا المساجد والمحاضر، الساحات اللي تبتنا فيها ما تعطيها البلديات مول، يمنحها وزير الماليه مقرر، اذا عنه المنح ما هو من احنا، يعني فعلا يفوت يمنحها وزير الماليه قطعا عن احنا، فعلا عندنا تدخل في ذا المجال. بالنسبه للرياضه عندنا فيها الاتي، الملعب الرياضي الكبير كان حائط متهدم جزء منه، رممنا ذا الحائط ورممنا المفتشية كيف عرضته هون في العنصر الصوتي، وعدلنا ملعب الكرة الحديدية داخل حيز هذا الملعب، ودعمنا 11 فريق رياضي، وعدلنا ملعب للتعليم المدرسي، أول ملعب أسسناه احنا للتعليم المدرسي، للتعليم الأساسي أراه هو موجود في قرن المطار بين إعدادي دار نعيم رقم 3 وبين مدرسة حمود والمرابط، ورانا داعين الشباب كاملين لمن هو يبغي يتم يمارس الرياضة المنظمة في هذا الملعب الرياضي أراه مفتوح أمامهم. رابطة شباب تنس ويلم علينا لهم سوق عندنا فم في تنس ويلم، راهو معروف في ساحة كبيرة علينا لهم وأقاموا فيها ملعب رياضي. إذن
هذا هو ودعمنا 11 فريق رياضي يسوى بمعدات رياضيه، يسوى بشي يعاونهم في النقل، يسوى شي يعاونهم بالرسوم المشاركه، واحنا معاهم مع الشباب فعلا. والرابطه الشبكه الشبابيه الوحيده الاجتماعيه قلت لكم موجوده، احنا عندنا معاها شراكه، وعندنا لها تكوين بنهارات حول اللي قالوا التنميه الذاتيه بجديات العمل السينمائي، والشباب داعينهم كاملين ومفتوحه لهم الابواب. وقطعا عنا من المهم فعلا ذيك الساحات اللي طلبنا احنا من وزاره الاسكان مجدين طلبنا لهم، ومن ضمنهم ساحات رياضيه خصوصا في حي المغيط. نعم سيد العمده شكرا. تحدثوا عن جانب اخر، جانب تنظيمي ما يتعلق بالاسواق. ثم يعني في فوضويه في الاسواق في دار النعيم هي قاعده عامه بنواكشفط كيف ما قضيه مشاكل باليه مشاكل، يعني نحن ضرك بنفس الاشابات نجبروه من عمد العاصمه نواكشفط، نحن كذاش ما اختصاصنا كذاش ما اختصاصنا ننتظر. الانتظار انتم قبضتوا البلديه ووصلتوا لها، يعني كيف ما قلت تصر معاه ربما عدنا مقترحنا نحن للعمد انهم يلتم تصر معاه للمواطن الموريتاني. المواطن ينتظر منهم شوخ، المواطن ينتظر شيء ملموس على ارض الواقع. إذا أنتم تحدثون شوي عن التنظيم، عن الأسواق ووضعيتها بالنسبة لبلدية دار النعيم، يعني بعجالة الوقت ما تلم. نعم إحنا عندنا في دار النعيم مجموعة من الأسواق 8 ويواجه عام مقفولة كاملة باستثناء سوق واحد. المواطنين عازفين عزوفا عن توظيف هذه الأسواق، مع أن دعيناهم عن أن يفتحوها أمامهم بالمجان عنهم يوظفوها لغير فعلا، لأن الأسواق أصلا وعند المواطنين فيه الحق من جهة عنه أقيمت في مناطق غير استراتيجية، ما يفتقاطعات طرق، ما يعني الطرق المدعمة المعبدة، وبالتالي اندارت انزرقت فركان ويشبه قاع على كل حال ما نعرف قاع. حتى هي السوق نفسه استثمارات اللي وعدلت فيه ما هو بنية السوق غائبة عنه، وبالتالي هذا قد يعد من أسباب اللي ودات المواطنين للعزوف. وهم سوق واحد والموظف موظفين المواطنين سوق الحي الساكن، واحنا كبلدية منذ مجيئنا نسعى كان نجبروا مكان نعدلوا فيه سوق، وذي الساحات اللي طلبنا من ضمنها سوق. وبالمناسبة مجلس البلدية في دورته الأخيرة كان عنده فم ساحة عمومية وحول هشور سوق وراهي في حاشية حي المغيطي هذا، وإن شاء الله يستنى لهي نبدو نعدلوا له رمه نصممه بعد تصميم سوق، ويعود هو أول سوق فعلا بلدي. دار النعيم واجعة ما فيها الأسواق حقيقة، فم بعض توف الحيطان لبعض الخصوصيين يأجروهم، غير مفهوم السوق بالمعنى المتعارف عليه ما هو موجود، وهذه فعلا من من فم ما فم مبادرة تشجيعية تشجع بها المواطنين نطرح لهم الأخلاق وعن ندفعوهم، غير هم عازفين عن الأسواق مهم اللي ما هم مركزيين مواقعهم ما هي استراتيجية ما في قلب المدينة ولا هم على الطرق المعبدة، وبالتالي سنكفوا عنهم المواطن والسوق نفسه هم اللي قاعدتنا بطريقه ما هي جيده. وان كان بعد البلديه السابقه علينا عدلت بعض الاصلاحات غير المواطنين عازفين عنهم، لان مواقع ما هي استراتيجيه، والسوق اللي لاين نفتحه احنا السنه موقع استراتيجي، لانه سوق في حاشيه المغيطي ولا حاشيه طلي، وراجين ان شاء الله عنه حل يخفف بعد شوي. جميل السيد العمده. السيد العمده اي حد كان يصنع تقديمكم في البرنامج الليله يتبادر ذهن السؤال مطروح من السنوات، طبعا هو سؤال سياسي. سيد العمده لماذا قبلتم قبل حزبكم الترشح لبلديه دار النعيم وجميع البلديات في الانتخابات الماضيه رغم معارضه الكثير من الاحزاب التي كنتم من ضمنها في منسقيه المعارضه، وكان مبرر هذه الاحزاب ان الدوله لن تتجاوب معكم وانتم وصلتم الى سده البلديه وتاكد لكم ذلك، ما الذي تنونه الان؟ نعم احنا طلعت الحالة فترة من النضال السياسي، واحنا ماسين عن السياسي يبيع الناس يبيعهم الامل حقيقة، يزرعوا عندهم الامل والايمان بالدولة، وماسين عن اللي نقدمه على تواضعه وعلى ضآلته يعطي بعد بارقة امل للمواطن، لان ماذا لو لم نكن هناك؟ هذا هو السؤال اللي نطرحه دائما، ماسين احنا عن وجودنا هو عن ذاك المتواضع اللي نقدمه للمواطن وذاك البديل اللي يشوف المواطن يزرع عنده مستوى من الامل في امكانيه التغيير وفي تقديم النموذج، وانه من خلالكم انتم الصحافه ومن خلال المنابر وغيرها
نطرحوا فعلا مشكل البلديات، ونطرحوا فعلا العراقيل اللي تقف حجر عثرة في وجه العمل البلدي. من خلال على كل حال، من خلال الأجيال السياسية اللي تتداول، احنا آملين عن الوضع يتغير نحو الأفضل، وعن المواطن يتقدم معانا أكثر إلين يمكننا من التغيير الأكثر بوسائل السلمية اللي هي الانتخابات واللي هي صناديق الاقتراع. وبالتالي هذا هو نموذجنا وهذا بديلنا عن المتاح، نتحرك في حدوده، نتحرك في سقف المتاح، حاول الإصلاح هو هدفنا والتغيير هو هدفنا، غير نتحرك أيضا بحدود المتاح. والديمقراطية احنا نعتبر عنها مدرسة يخلق فيها مستوى من التراكم في التجربة والخبرة، ومع الوقت يخلق يتطور مستوى الوعي في مجتمعنا، يتطور مستوى الوعي عند نخبتنا السياسية، يتطور مستوى الوعي في إدارتنا وبيروقراطيتها ورتابتها القاتلة، وتعرف تنتبه وتعرف عن المجتمع عنه عنده انتظارات منها وانه عنده استحقاقات. وبالتالي نعقب ان شاء الله ونديروا في امام الامر الواقع لين يخلق التغيير المشهود، لين يتطور فعلا العمل البلدي، ولا نيأسين ان كنا وضحنا شيء من المشاكل وطرحنا شيء من الصوره، غير نختاروا المواطن عود معانا في حجم التحدي اللي نواجهه، اياك فعلا يقف معانا ويتحرك معانا من اجل تغيير الوضع نحو الافضل. زين، إذا مشاهدي الكرام، إلى هذا الحد نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي تلسكوب. في نهايتها أشكر باسمكم جميعا ضيفي على بلاتو البرنامج الأستاذ كناتة وللنقرة، كما أشكر بعض المستشارين البلديين الذين حضروا معه ومدراء المصالح والعمد بالنسبة لبلدية دار نعيم. أشكر أيضا زملائي الذين شاركوني تقديم هذه الحلقة، أشكر الطاقم الفني، أشكر كل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. في نهايتها تقبلوا تحيانا جميعا وإلى اللقاء.